أجرى الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي محسن الجذوري اليوم الخميس بنيام نيجيريا مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلم له رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى الملك محمد السادس. وجرى هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة العادية 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تنعقد حاليا في العاصمة النيجيرية. وخلال هذه المباحثات نوه المسؤولان بجودة العلاقات التي تجمع المغرب بموريتانيا، كما استعرض الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويقود الجذولي الوفد المغربي المشارك في الدورة العادية 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تنعقد تحضيرا للقمة الاستثنائية 12 للمنظمة القارية حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. وفي ذات السياق كشفت مصادر إعلامية موريتانية أنه من المتوقع أن يحل الرئيس المنتخب الموريتاني الجديد بالمغرب في أول جولة له خارج البلاد بعد انتخابه. المصادر أشارت أيضا إلى أن جولة الرئيس ولد الغزواني التي لا تأخذ الصفة الرسمية تقود لعدة دول منها السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويواصل رئيس موريتانيا الجديد محمد ولد الغزواني زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، أول محطة ضمن أول جولة له خارج البلاد منذ أن صادق المجلس الدستوري على فوزه بمنصب رئيس الجمهورية وفق نتائج الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو الماضي. يذكر أن زعماء الدول الأربعة المذكورة كانوا في مقدمة المستبشرين بفوز ولد الغزواني في انتخابات مفصلية شهدتها الجارة الجنوبية موريتانيا. وصلت قضية النشطاء الثلاثة الذين اعتقلتهم ميليشيات جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أثارت قضيتهم جمعيات حقوقية مغربية وصحراوية عملت على التعريف بهم. استغلت الجمعيات الحقوقية العاملة في الصحراء فرصة انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 24 يونيو إلى 12 يوليوز من أجل طرح قضية اختفاء 3 نشطاء صحراويين في مخيمات تندوف بعدما اعتقلتهم ميليشيات تابعة لجبهة البوليساريو. وفي تصريح لموقع بلادي المغربية قال مصدر من مقر مجلس حقوق الإنسان في انتكاسة لممثلي جبهة البوليساريو المتواجدين في جنيف تم نشر صور للنشطاء الثلاثة مع توضيح تواريخ اعتقالهم من قبل ميليشيات البوليساريو باللغتين العربية والإنجليزية. كما عملت الجمعيات الحقوقية على تقديم توضيحات للوفود الأجنبية بشأن المعتقلين الثلاثة وهم مولاي أبا بوزيد أحد منسقي المبادرة الصحراوية للتغيير الذي اعتقل أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية غوث اللاجئين بمخيمات تندوف يوم 17 يونيو الماضي، وفاضل بريغا العضو أيضا في المبادرة الصحراوية للتغيير الذي اعتقل في اليوم الموالي، ومحمد زيدان الناشط أيضا ضمن نفس التنظيم والذي اعتقل يوم 19 يونيو. وعلى عكس ما كان يحصل في الدورات السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقلت الجمعيات الحقوقية القريبة من المغرب من موقع الدفاع إلى الهجوم على الجبهة الانفصالية التي كانت تعتمد في مهاجمة المغرب بالخصوص على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان. وأشارت الجمعيات ذاتها لأن جبهة البوليساريو لا تزال ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز النشطاء الثلاثة رغم مرور أكثر من أسبوعين على اعتقالهم، وتتضارب الروايات حول أماكن احتجازهم. فقد سبق لموقع المستقبل الصحراوي المقرب من جبهة البوليساريو أن قال إنهم موجودون في سجن الذهيبية، وبعد أيام عاد الموقع نفسه ليشير إلى أنهم يتواجدون في المدرسة العسكرية 12 أكتوبر التي يتخذها درك البوليساريو مقرا لها. وسبق للمبادرة الصحراوية للتغيير أن وجهت رسالة مفتوحة يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجارية إلى المفوضية الأوروبية طالبت فيها من فيدريكا موغيريني
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية بالتدخل من أجل ضمان حماية وإطلاق سراح السجناء السياسيين الثلاثة المحتجزين منذ منتصف شهر يونيو بمخيمات تندوف في الجزائر. ويوجد من بين السجناء الثلاثة سجينين يحملان الجنسية الإسبانية، هما مولاي أبا بوزيد وفاضل بريغ، اللذين ولدا بالصحراء حينما كانت تحت الاحتلال الإسباني. وعلاقة بالموضوع ذاته، سبق للمبادرة الصحراوية للتغيير التي ينتمي لها المعتقلون الثلاثة أن أعلنت في بلاغ لها يوم 29 يونيو الماضي عن إدانتها للأساليب الملتوية والشطط البين في سوء استخدام السلطة ومحاولة تأليب الرأي العام الوطني ضد مناضلي وإطارات المبادرة. واعتبرت المبادرة في بلاغها أن هذه الاعتقالات تعد خرق واضح للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والإدلاء بالرأي، وأضافت أن ما حدث في حق هؤلاء المواطنين ما هو إلا مطية ومساعي يائسة للمساس بالمبادرة الصحراوية من أجل التغيير. اختار الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي القيام بزيارة خاصة للمغرب في خضم الزوبعة التي أثرها الخلاف الغير المعلنة بينه وبين زوجة الأميرة هيا بنت الحسين، وذلك بعد أسابيع من الأنباء التي تحدثت عن هروب الأميرة وأبنائها إلى ألمانيا ومن ثم إلى بريطانيا. مصادر اعتبرت أنه رغم التكتم الشديد حول الزيارة الخاصة للشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي إلى المغرب، إلا أنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الصامتة بين الرباط وأبو ظبي، والتي تجسدت في عدم تصويت الإمارات لصالح استضافة الرباط لمونديال 2026 في خطوة مفاجئة. ومما عزز هذه الأزمة الصامتة بين المغرب والإمارات هو غياب سفير أبو ظبي عن الحفل الذي أقامه الملك محمد السادس لتوديع عدد من السفراء الأجانب الذين انتهت مهماتهم بالرباط، ما أثار جدلا جديدا حول تطور العلاقات الثنائية بين المغرب والإمارات. وكان السفير الإماراتي قد غادر الرباط في أبريل الماضي بطلب من السلطات الإماراتية، كما غاب السفير الإماراتي عن حفل استقبال الملك محمد السادس للسفراء الأجانب الذين جاءوا لتوديعه بعد انتهاء مهامهم بالمغرب الثلاثاء الماضي. ودأب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم على القيام بالعديد من الزيارات للمغرب من أجل قضاء عطلته، إلا أن هذه المرة تزامنت مع الزوبعة الإعلامية التي تشهد قضية هروب زوجة الأميرة هيا من الإمارات إلى بريطانيا في ظل الحديث عن المساعي الحميدة لرأب الخلاف. وبعد تفجر القضية على الصعيد الإعلامي، اختار الشيخ محمد بن راشد البالغ من العمر 69 عاما والذي يعد أحد كبار الأثرياء عالميا حسابه على موقع انستغرام لنشر قصيدة شعر بعنوان عشتي ومتي، موجهة إلى امرأة لم يذكر اسمها متهما إياها بالخداع والخيانة. لكن مصادر أوضحت أن ما تعيشه علاقة المغرب والإمارات لم يؤثر على التعاون الذي يجمع البلدين على الشق الاقتصادي، حيث كشف تقرير يوم الأربعاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة والعمران والسياحة والاتصالات والخدمات. وفي آخر تطورات القضية، أكد موقع يومية The Guardian أن طلبات قدمت للمملكة المتحدة عبر قنوات خاصة في دبي بهدف إعادة الأميرة هيا التي كانت تشعر بالقلق على سلامتها الشخصية في بريطانيا، لكن وزارة الخارجية اعتبرت أن الأمر هو خلاف شخصي. ونقلت عن متحدث باسم السفارة الإماراتية في لندن قوله: لا تنوي حكومة الإمارات العربية المتحدة التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الخاصة، أما إذا كانت قد أثارت مثل هذه القضية مع نظرائها الألمان أو البريطانيين فالجواب هو لا.
وتابع موقع دي غارديان: لقد رفض محامو الشيخ محمد التعليق على القضية. وتزوجت الأميرة هيا من الشيخ محمد بن راشد سنة 2004 وهي خريجة جامعة أكسفورد المرموقة، حيث كانت تدرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد. ورزقت هيا ومحمد بن راشد بطفلين هما الشيخة الجليلة والتي ولدت في 2 دجنبر 2007 والشيخ زايد الذي ولد في 7 يناير 2012.